يواصل الكرنفال الغذائي الموسمي موسم عنيزة للتمور 41 الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بالشراكة مع بلدية عنيزة، يواصل فعالياته في عدد من المواقع. وتعد ساحة البيع في المدينة الغذائية هي أبرز تلك المواقع. موسم تمور عنيزة فرصة للتجار الصغار للتكسب بالشراء من الحراج والبيع في أسواق التجزئة أو بيعه خارج المنطقة. ويسعى موسم عنيزة الذي تبدأ فترة المزاد فيه بعد صلاة الفجر، فيما تستمر مبيعات التجزئة حتى صلاة العشاء، يسعى إلى تعزيز الحركة الاقتصادية من خلال حركة البيع والشراء في السوق وتوفير فرص العمل وتنشيط حركة التسويق الداخلي وزيادة عمليات التصدير الخارجي، حيث تم تخصيص منصتين مستقلتين للتصدير الخارجي والتسويق الداخلي. وعلى هامش موسم التمور ستنظم عدد من الندوات وورش العمل، وفيه طرحت العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمحفزة للشباب والشابات. وأتاحت اللجنة المنظمة الفرصة لعدد من رواد الأعمال لخوض تجربة بيع التمور والاستفادة من الحركة الاقتصادية التي يوفرها الموسم، وشاركت عدد من شابات الأعمال بمبيعات التمور بالتجزئة ومنتجات التمور، وخصصت لهن أركان كمنافذ بيع مؤقتة. كما قدمت الغرفة التجارية جميع التسهيلات التي تضمن الاستفادة القصوى لهن. خالد الربعي، الإخبارية.